صاحبي احنا في 6 وربع لقينا البيت بتتدربك علينا على السواد ده. احنا بيتنا اهو مفروض مفيش ولا شبابيك كله بتتخلع. لا الحمد لله على الناس اتعورت برضه. بص احنا متعورين تعورات بسيطه بس. بص اتعور في وشه ودي اختي اتعورت في وشها ورجليها ورجليها. حصل ان انا كنت نايم الساعه 6 الصبح نايمين واستحمى قمنا لينا البيت بالتراب كده وترابه طالعه وقمنا جرينا يعني نزلنا تحت لقينا الشارع كله مقلوب وبيوت واقعه ومحلات متدغدغه وقهاوي متدغدغه. تعالي لي انا قمت الساعه 6 الصبح لقيت التراب نازل وطلعنا نجري انا وبنتي وجوزي لقينا الدنيا متدمره زي ما انت شايفه كده. ممكن يكون جواها سهل. ايوه بقول لك